كذلك بالنسبة للسيولة النقدية والسيولة البنكية التي لم تعرف هذا المستوى الذي بلغته خلال شهر سبتمبر، فأكثر من 1800 مليار دينار جزائري تدل على هذا التعافي، وندعو المستثمرين إلى تقديم ملفاتهم من أجل الولوج في كل مجال ومناحي الاستثمار التي نعتبرها روافد جديدة للاقتصاد الوطني، من فلاحة، صناعات تحويلية، سياحة، صناعات مصغرة، صناعات ناشئة، الصيد البحري، تربية المائيات، المناجم، يعني كلها مجالات جديدة مفتوحة للاستثمار الوطني قبل أن يكون أجنبياً.